سهام القلب عامر. عامر اخويا نهضر معاك الليل كامل وما نساليش. ياك مرحبا سهام، تفضلي عاودي قاعد داكشي اللي بغيتي، حنا نسمعوك سهام. شكرا اخويا بدر، شكرا بزاف. مرحبا سهام. انا اخويا شنقول لك، انا في عمري دابا 35 عام ما شاء الله. واش نقول لك، انا ملي كنت في عمري عرفت كيفاش غادي ملي كنت في عمري المهم شي 12 عام هكاك، كان وقع لي واحد المشكل. المهم واش صوتي بعدا مبدل؟ صوتك راه مبدل اسيا. المهم كنت في عمري 12 عام، كنا ساكنين في واحد العروبيه. كنا حنايا ثلاثه ديال البنات، اختي الكبيره كانت مزوجه وانا كنت عندي 12 عام، اختي اللي كثر مني كانت عندها 16 عام، اختي خلاص كانوا كبارين، ثلاثه كانوا كبارين. المهم كنا ساكنين في واحد العروبيه، واش نقول لك، الوالد ديالي كان صعيب بزاف. المهم كان صعيب، واش غادي نقول لك اخويا. المهم واحد النهار راني تنعقل، الوالدة ديالي ما كيفاش وقع، حتى المهم وقع بيناتهم واحد الدباز حاشاك غير على شي حاجه اللي هي بسيطه، كينوض كيضربها كيتكرفص عليها كتولي المهم واحد الحاله ما فيها ما يتعب. المهم واحد النهار، داك النهار اللي غادي يوقع فيه المشكل، انا كنت كنقابل الغلم. المهم فاش قابلت ديك الغلم، انا من مورايا ما عرفتش شنو وقع، ما عرفتش زعما شنو هو السبب بالضبط اللي غادي يطلع عليه المشكل. فاش رجعت لقيت الوالد ديالي ضارب الوالده ديالي وعينيها زرقين ومهرسين الماعن ومكرفصه الدار، المهم واحد الحاله ما بها ما يتشاف. المهم واحد شويه فاش دخلت انا، حتى انا زاد كيضربني على ديك. المهم فاش كنت مقابله ديك ما عرفت كيفاش دابا هو شاف شي حاجه ولا ما نعرف. المهم زاد حتى انا ضربني، كيضربني واحد اللقطه الوالده ديالي مع مضروبه ومكرفصه ما نكتبش عليك جات، وهي تشدو بهكا بقجه صافي. هو مع كبير شويه في العمر، المهم ديك الشده اللي شداتو طاح سخف. المهم بقات كتغوت علينا حنايا مع شنا داك الشيخ، هربنا برا بقات كتغوت علينا، اجي وراه باكم مات باكم درت له باكم هذا. دخلنا كنسبكو انا واختي، غير انا واختي اللي كاينين معاها، انا في عمري 12 عام اختي في عمرها 16 عام، بيناتنا عامين صافي. فاش دخلنا لهذا الموضوع هذا ما نكتبش عليك، بقى ليا في الدماغ ديالي، ما بغاش يتنسى وما بغاش يتحيد ليا من بالي. مات بصح قسم بالله تتوفى. المهم فاش توفى ما كانتش ناوية تقتلو، غير بجد هي ما كانتش ناوية، هي راه دازت مدة طويلة وهي كتعنف وكيضربها على والو، تينوض يضربها ويتكرفص عليها، وما عندهاش كاع نهائيا الشخصية ولا شي حاجة تبغي ديرها لا والو، ما عندهاش داك الشيء. هو كان صعيب بزاف الله يرحمه ويواليه برحمة الله في هاد الليلة هادي. ايوا المهم فاش توفى، اش غادي نقول لك، حنا هما الضحيه ديال هذاك الشيء كامل. الوالده ديالي تعتقلات، حنايا البنات صغار، انا صغيره، اختي الاخرى حتى هي تقريبا راها 16 عام ماشي شي حاجه، وكنا في واحد العروبيه. ديك العروبيه اش غادي نقول لك، ما كاينينش حدانا الجيران، كنا ساكنين غير في واحد العروبيه ما حدانا حتى واحد، مكرفصين. خوتي اللي كبار منا الدراري تيمشيو يخدموا، واحد اللقطه كان حدانا واحد الراجل شويه مهم بخير عليه، بدا خوتي يخدموا مشات الحبس. الوالده ديالي تعتقلات، دوزت 7 سنين ديال الحبس، حيت عطاوها دفاع عن النفس، ماشي زعما عطاوها مثلا عطاوها ديك دفاع عن النفس، حيت لقاوها في ديك الحاله وقلبوا الدار، لقاو الوالد ديالي عنده دائما عنده دوك العصي، عنده دوك الشيء، دوك الزبابر، عنده كلشي حاطه في البيت ديالو فين تيناس. فاش لقاو داك الشيء بقاو تيبحثوا وتيسولوا، وسولوا الجيران وسولوا خوتي، حيت عندي واحد خويا واختي من با، سولوهم قالوا لهم زعما شنو كتعرفوا على هاد السيده هادي.
على باكم، قالوا له دوك خوتي اللي من با، قالوا له الله يعمرها سلعة، تنعرفوا على هاد السيدة هادي زعما مرأة الله يعمرها دارها، بانا اللي كان صعيب فهمتيني. قالوا له صافي. المهم الوالدة تعتقلات، حنا هما اللي غنبقاو، كان انا ديك الساعة ما كنعرفش يعني، راني باقا 12 عام، وراك عارف اللي مربي في البادية ومربي في هذا ماشي بحال الولاد هاد الوقت هذا اللي في المدينة وكذا، كنت ما عارفاش، ما داكشي ما دخل معايا الصاد كما كيقولوا، حتى مشات الوالدة بقيت غير انا واختي، وتنقلت بوحدنا ومكرفسين، لا اللي يحوزك راك عارف الخوت، لا اللي يحوزك، لا اللي يعتني بيك، لا حتى شي حاجة. دوزنا واحد العام، العام الاخر مشينا جلسنا مع واحد عمي، جلسنا مع عمي، دوزنا معاه حتى هو عام، مراته مهم، مراته بقات كت ما عجبهاش الحال، ولات شافت عمي كيتعامل معانا، شافته كزعما كيرد علينا الراس، بغيت هادي تنطيبوها له، بغيت هادي يعني ما بقاش معاها هي كيقولها كيقول لنا غير حنا، هي بحال حست باللي حنايا تما ولينا حنا هما مالين الدار، فهمتي. ما عجبهاش داك الحال، قالت ما ندير، ولات كدابز معاه، ولات هي وياه في الصداعات والمشاكل. صافي حتى عمي قال لينا انا راه ما بقيتش زعما غادي تبقاو معايا، صافي الله يسهل عليكم، غادي قلنا غنمشيو عند جداتي اللي هي ماين امي. مشينا عاوتاني عند جداتي اللي هي ماين امي، جلسنا معاها، جداتي صعيبه حتى هي كتار من مرات امي، جلس معاها بالخصوص انا كنت صغيره ما تنعرفش وهذا، وهي كتبقى تحكر. مهم جاب الله واحد ولد الناس شافني وهذا، مهم طلبني للزواج، كانت من البلاصه اللي فيها جداتي، طلبني للزواج، تزوجت. مهم درنا داكشي اللي قسم الله، جاب خواتاتو وهذا، ما عندوش الوالده ديالو، خطبوني ومشيت. مهم تزوجت بيه، كان كاري غير بيت، سكنت معاه في داك البيت، عشنا واحد المده، حملت انايا بواحد الولد، ولدته. مهم دوزنا انا وياه صراحه مأساة، يعني ما عندوش، ساكنين في بيت، عندنا الوالد مسؤوليه، كنعاونو في الخدمه داكشي اللي كيخدم هو، كنعاونو فيه، ما بغيتش نقول باش ما يعرفوش الناس، حيت القصه غادي تقولي كما كيقولوا كل شيء، غادي انا كنحاول نختصر فهمتي. المهم كنعاونو في الخدمه اللي كيخدم، حتى المهم الراجل ولا شويه كما كيقولوا تربي والعش شويه بشويه. الوالده ديالي فاش ولدت انا الولد، ديك الساعات المهم هي كانوا كنقصولها، اها اسمحي لي، قلت لك كنا كنقصولها هي الوالده ديالي، من بعد ما دوزت يعني راه من هاد المده اللي عاودت لك، فاش ولدت انا يا ولدي الكبير دوزت غير شي عام وخرجت، خرجت من السجن لحقاش دازت مود، يعني هي دوزت غير 5 سنين في الحبس، دوزت غير 5 سنين، هي حكموا عليها ب7 سنين ونقصوا لها. صافي خرجت الوالده ديالي، مهم قيس، مهم الوالده ديالي خرجت ما لقاتش خوتي واحد كان باقي غير كيدور، ما عنده لا دار لا حتى شي حاجه، كنا خرجنا من ديك السكنه اصلا ما لقيناش فيها اللي كانت عندنا، عطيها لنا غير واحد ولد عم با. خوتي جوج مشاو كيخدموا بعاد على البلاصه اللي كنا ساكنين فيها، حنا تزوجنا البنات. صافي جات جلست مع واحد اختي الاخرى اللي كانت عندها في عمرها 16 عام، جلست معها الوالده ديالي. صافي بقيت انا مجوجه بداك السيد ولد داك الوليد، بقيت جالسه كنعاونو وهذا، حتى النهار اللي جاب الله ولينا شويه تصوفينا شي شويه. مهم هاد مؤخرا ولاو لي المشاكل مع الزوج ديالي، يعني ولدت معاه جوج ديال الاولاد وبنيه، عاد المشاكل ولات كتحيا، يعني ديال داكشي اللي داز ديال الوالد ديالي عاد، ولا حتى ولا دار لاباس ولا بخير عليه، ولا يعني المهم دار محل ديالو د الخدمه، دار دار مهم خديناها بالكريدي، دار المهم حط الطوموبيل على قد الحال، ولا السيد كيهضر فيا، ولا الراجل ديالي كيهضر فيا مع الناس، كتوصلني الهضره. ولات المهم هذيك القضيه ديال الوالد ديالي، حيت كيقول لك منين كطيح البقره تيقوا في الجناوه، يعني فاش كيقولوا
كيقول راها هي اللي قتل باها هي اختها وامها. يعني راهم مثلا القتالين تريك القتالة، فهمتي بهاد فهمتي كيفاش؟ يعني بدات يهضر فيا عند الناس والناس يوصلوا لي الهضره. مهم ما عجبنيش داك الحال، قررت باش غادي نتفارق معاه. صافي قررت باش نتفارق معاه. نهار اللي واحد النهار جا ومبقيتش كنهضر معاه بزاف، مبقيتش كنناقش معاه. ما مهم بديت كنبين له بلي انا صافي ما بقاش عندي به غرض. صافي واحد النهار وهو ما عرفت كيفاش وقع لي انا وياه واحد هذا في الدار على الدراري، كتضربي الدراري ما كتضربي. المهم انا وليت اصلا وليت معصبه في داري، وليت معصبه بزاف، كنغوت كان يعني كنرد الحرف ولادي. المهم فاش جا هو لقاني هكا ناض ليا كيضربني كيضربني وتيغوت عليا وكيخسر الهضره، يتريكت القتالين يتريكت المجرمين. مهم انا ما عجبنيش الحال، ما نكتبش عليك، ما رضيتش قدام ولادي وهذا. صافي ما عجبنيش الحال، قلت له نسيتي خيري، نسيتي نهار الاول ما تدينيش، نهار الاول عارفني انا شنو عندي وظروفي وعلاش تزوجتي بيا اصلا. المهم صافي هزيت المهم ما هزيتش ديك ساعات راسي. المهم بقيت معاه في الدار، ضربني واحد الضربه خايبه، ضربني النيف ديالي، هرس لي النيف ديالي. المهم من هنا يضربني بكروشي، هرس لي النيف ديالي، زرق لي عينيا، مشيت ديكلاريت بيه. المهم ديكلاريت بيه، استدعونا البوليس، مشينا تقابلنا انا وياه في الكوميساريه. قالوا لي واش تسمحي ليه؟ قلت لهم ما نسمحلوش، انا ضربني وكيعايرني وانا ما بغيتش نذكر داك القضيه ديال الهضره اللي كيعايرني بها. سكت كم غير كيعايرني حقاك، كيخسر لي الهضره، كيضربني صافي. المهم قال لي واش ما تسمحيش؟ قلت له ما نسمحش، صيفطوا للحبس. مشى دوز غير 15 يوم وتنازلت له عاوتاني على الدعوه وخرج. فاش خرج مهم جا للدار عاوتاني، كل عندي للدار بقى معايا عاوتاني نفس المشاكل، غوات كيبدل عليا السقطه ديال الباب. انا نخرج نتسخر على شي حاجه نلقاه السقطه ديال الباب، ولا نلقاه حيد ليا الضو، كيحيد ليا دوك القرطاسات ديال المكانه وتيخليني في الظلام. المهم مش غنقول لك كرهت وليت كنقول كنلقى بعدا اصلا تنحط شي حاجه في الدار بحال هكا ورقه ولا شي حاجه ديالي كيهزها ليا بالعاني، كيهز لي شي حاجه اللي عارفني انا غنمشي نكلف راسي ونشريها كيهزها لي هو كيحيدها لي. صافي خيخت، قلت غادي نخرج نقلب على الكر. خرجت قلبت على واحد البيت كريتو، كنت ما كنخدمش، كان عندي واحد الكورميط كنت درتو، كنت كنبيع ونشري في الحوايج كنعاونو. داك الكورميط هو اللي لقيت بيتو، هو باش كريت، باش هزيت حوايجي، باش رفعت الدعوه ديال الطلاق. صافي المهم كانت بعدا الوالده ديالي سلفات له واحد 4 مليون باش كنا في الاول فاش عاوناتو باش دفعنا في الدار. الوالده ديالي فاش سلفاتو ديك 4 مليون ما بغاش يرجعها لها. السيد مكبر كرشو على ديك الفلوس، ما بغاش يعطيها لها. رانا فاش دخلتو انا للحبس قلت ليه الا بغيتي ندير لك التنازل اعطيه، دير معايا ورقه على ود الفلوس ديال الوالده ديالي. هذاك الشيء اللي دار، قال لي صافي. المهم قال المحامي ديالي صافي انا غندير لها ورقه، غير نخرج ندير لها ورقه ودير لي تنازل. درت له تنازل، خرج. صافي من بعد فاش خرج عطى الوالده ديالي فلوسها. صافي فاش عطاها فلوسها، ما عطاهاش فلوس، عطاها الورقه. فاش عطاها هذيك الورقه صافي بقى السيد دار معها واحد الشهور، دوك الشهور دارهم معها. اش غنقول لك الوقيته اللي وصلوا دوك الشهور، السيد هز راسو مشى لهادي لتركيا باش يحرق. فاش مشى لتركيا باش يحرق سمح فولادو ما كيصرف عليهم ما حتى شي حاجه. خلاني ما نكذبش عليك، خلاني في واحد الظروف صعيبه، وانا ما خدامه، ما قاريه، ما عندي حتى شي صنعه، ما حتى شي حاجه. المهم عايشه واحد العيشه ديال الكلاب.
صافي كنخدم في واحد الريستوران، كنجيب كنخدم ب50 درهم، واش نخلص الكرا، واش نصرف على الدراري، واش المهم انا فاش هو مشى تركيا انا يا هزيت ولادي وجيت للدار، هو كنسد الدار طرقها بالسوارت ومشى، هزيت ولادي وجيت للدار حليت الباب ودخلت. فاش دخلت هو ساق الخضار قال لي صونا عليا، قال لي علاش دخلتي للدار وشكون اللي عطاك السوارت؟ السوارت انا حليت الباب ودخلت. دابا بغيتي تخلي ولادك يسكنوا مرحبا، ما بغيتيش سير دعيني، تسير دعيني ولا خرجتني الدولة نخرج، لا خرجتني المخزن نخرج. صافي بقيت ساكنه. مهم هدازت واحد الايام وهو كيرجع رجع من تركيا. شنو رجع؟ رجع داير ليا داك القرقوبي في المكانه ديال الضو لتحت، ومعي طلبوا لي جاوا لعندي، جاوا لعندي قالوا لي جاوا اقسم لك يمينا لا كذبت له لي صبحني للصباح دار ليا داك القرقوبي وجاوا لعندي دوك البوليس. بعدا هو راه كان قبل ما يمشي كان تيقلب ليا على شي سبب باش يصيفطني للحبس يتهنى مني، ما خلاش شي طريقه باش يصيفطني للحبس. كان تيقول لهم راه تنحصلها تتخون، راه حقا حصلتها كتهضر في التليفون، راه حقا لقيتها كيمشي للبوليس وكيقول لهم هاد الهضره. راني حصلتها خارجه من دار واحد البارطما، راني حصلتها راكبه في واحد الطوموبيل. هو داك الشيء كامل ما كاين منه حتى شي حاجه يا خويا بدر، غير الكذوب في الكذوب. باش كيستدعيوني البوليس وتمشي عندهم تيقولوا لي شنو قال لنا راجلك، شنو دار لك راجلك، شنو الشكايه، شنو فيها شنو. تنقول لهم انا الا عنده شي دليل عليا يجبدوا، انا راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. الا حصلني في شي عماره يجيب لي البوليس، الا شافني في شي طوموبيل يصورني. راه الحمد لله دابا ولا كلشي تصاور. المهم هو خصو غير باش يصيفطني للحبس وصافي. المهم فاش دار لي داك القرقوبي وجاو عندي البوليس دقوا عليا، انا اصلا ما كنبغيش نحل. قلت لولدي قول شكون، قال شكون ولدي الصغير الوسطاني. قال لي مالي نضو، قال له مالي نضو راه غيحيدوا لكم المكانه حيت ما خلصتوش الضو، حل الباب نتفاهموا مع ماماك. انا فاش سمعت هكاك حليت الباب وانا نتفاجئ لقيت البوليس في الباب. بوليس قال لي معك كوميسير، معك هذا. قلت له مرحبا. مرحبا دخلوا عندي. قال لي هذا هو هزو في يده، قال لي هذا وشنو كيدير عندك في المكانة ديال الضو؟ قلت شنو هذاك؟ قال لي هذا نيكستا ولا كي كيقولوا البابا. قال لي هذه نيكستا قنا عندك كتجري في المخدي في هذا الشيء. قلت له انا؟ قال لي قلت له وشكون اللي قالها لك؟ قال لي حنا لقيناه عندك في المكانه. قلت له غير لقيتيه عندي راني كنبيع ونشري فيه. قلت له انا هذا الشيء ما كنعرفوش وهذا الشيء ماشي ديالي، وإلا لقيتو بصمات ديالي ولا شي دليل كيتبت بلي هذا الشيء ديالي يدكم طويله عليا، ديروا فيا اللي بغيتو. قال لي هذا الشيء راه فيه عامين ديال الحبس، راه حنا قال لي هذا الشيء هذا، قال لي مو بقى تيخلعوني وتهددوني وداك الشيء. انا اصلا ما دايره والو ما خفتش. قلت لهم شوفوا انا اللي لقيتوه ضدي شي حاجه كتبت هاد الشيء، ها انا ديروا فيا اللي عجبكم، انا ما خايفه حتى من شي حاجه. قلت له انا ما دايره والو، انا عارفه شكون اللي داير لي هاد الشيء وشكون اللي جاب لي هاد الشيء. قال لي شكون؟ قلت له راجلي. قلت له راجلي هو اللي عندي معاه مشاكل وعندي معاه طلاق وعندي معاه الروينه، هو اللي داير لي هاد الشيء. قال لي حنا ما تنعرفوا لا راجلك لا حتى شي حاجه حنايا. قلت له صافي لما كتعرفوش راجلي انا عارفه هو مورا هاد الشيء. قال لي صافي. المهم ونزيد ديك عاوتاني صاحبتي اللي هي صاحبتي وكانت تجي عندي وتتاكل معايا وكتشرب معايا وكنا كارين انا وياها في نفس الدار، هي اللي عطاها 5000 درهم وجابتو لي حطاتو ليا تما. حيت هو ما يقدرش يجي حيت الجيران. انا كنصح كل بنت كتسمعني وكل مراه كتسمعني ما تثقش في صحابات كيف ما بغاو يكونوا النوع ديالهم. شتي انا فاش دارت ليا هادشي رحمت الله وشكرته اللي كان وقع لي معها واحد السوء تفاهم وصافي، وقطعت العلاقة بيني وبينها ما بقتش كتجي عندي للدار. داكشي باش رجعت كتهضر معاه هو. لو كان غير كنت انا دايره لها شي حاجة وظلمها ولا المهم دايره لها شي حاجة، المهم اللي تبقى فيها ودارت معايا داك لوجيست نقولها ودي راها بغات تنتقم، هي ما كاينه حتى شي حاجه من داكشي، يعني غير شي حاجه بسيطه على من انا ما بقيتش كنمشي عندها ما بقاتش كتجي لعندي، يعني قطعت عليها الابي ما كنش كنتواصلوا. اما كون كانت كتجي عندي للدار لو كان راه حطاتولي في الدار
وكون راه جاو البوليس لقاوه عندي في الدار، لو كان راه دابا راني في الحبس. يعني فاش يجيو البوليس عندك للدار ويلقاو عندك الحشيش ولا يلقاو عندك رقوبي ولا شي حاجه، ما غاديش يقولوا انت مولات وشكون اللي معاك في الدار، يعني انت هي اللي كتبيعي وتشري فيه. المهم هي اللي شدت ال5000 درهم وحطاتو لي تما ومشات بحالها، حيت ما تيعرفوهاش الجيران. هو الا جا غادي يشوفوه الجيران وغادي يقولوا لي راه شفنا راجلك جا ولا كذا ولا، فهمتي؟ المهم مشاو البوليس في حالاتهم، ما داروا معايا حتى شي حاجه. قال لي عطينا النمره ديالك، قلت له واخا، عطيتها له، عطيتو لا كارت، شافو ما لقى ما عندي حتى شي سوابق حتى شي حاجه. عطيتهم النمره ديالي. فاش خرج السيد، حتى دوك البوليس براسهم داير معاهم يد باش يطيحوني في شي فخ، فهمتيني؟ حتى دوك البوليس براسهم اوكي يهضر معايا بشي هضره، ماشي هضره ديال البوليس، هضره ديال واحد كيتبسل على مراه. قال لي بواحد الهضره، انت راكي زوينه بزاف، وانت ما عمرتي واحد قال لك راكي زوينه. قلت له انا راك دابا كتهضر مع مراه مزوجه. هذا البوليسي اللي قال لي عطيني النمره. فاش خرج صونا عليا قال لي انا البوليسي اللي كنت معاك دابا، واش ممكن تخرجي لعندي؟ قلت له فين؟ قال لي تخرجي لعندي، بغيت نهضر معاك. واش غتهضر معايا في الخدمه في داك الشيء ديال الخدمه؟ قال لي بغيت نهضر معاك وصافي. قلت له انا الا كانت شي حاجه في الخدمه اجي لعندي، ما كاين حتى مشكل. قلت له نجي عندكم انا. قال لي لا، انا بغيتك تخرجي لعندي غير لهنايا حدا الدار في شي بلايصه ونهضروا انا وياك. قلت له فاش بغيتينا نهضروا؟ قال لي شي حاجه. قلت له واش الخدمه؟ قال لي لا. قلت له شنو هي؟ قال لي شي حاجه وصافي. قلت له لا، ما غاديش نجي. قلت له انا بغيتي الخدمه مرحبا، ما بغيتيش الخدمه ما نجيش. المهم هضر ما خرجت عنده ديك الساعات، بقات يعيط لي كل ساعه، تيعيط لي كل ساعه وتيهضر معايا بهذه الطريقه، هذه انت زوينه وانت كذا وهذه، وعلاش هذا الراجل دار معاك هكا، وعلاش هذا الراجل سمح فيك، وانا راك عجبتيني وراك فنه وهذه. انا كنهضر معاه بواحد الطريقه قاصحه، كنقول له انا راني مزوجه وانت راك ولد القانون زعما وهذه. وهو تيقول لي ديك الهضره، وانا حسيت به داك السيد ماشي هو بغاني ولا عجبته، هو واكل الفلوس وباغي يطيحني في شي فخ، فهمتي؟ يعني عاطينو الفلوس، عاطيه الفلوس، تيقول له زعما جيبها بحال دابا مثلا الا بغات تخرج عندك ولا بغات تهضر معاك ولا هذا، غادي يشدوني بديك القضيه، يعني راكي خارجه الطريق باش يديوني للحبس. هادشي اللي بغا هو. انا ما انا اصلا فاش خرج من عندي صونيت على المحامي ديالي، قلت له وديها شنو وقع شنو وقع. قال لي انتيا بهذه الطريقه، قال لي انتيا حماره حاشا الوجوه اللي كيسمعونا. قلت له علاش؟ قال لي ما كانش عليك تعطيهم وقت وتهضري معاهم دوك البوليس. قال لي حيت ما عندهمش حق يجيو يسنطقوك في دارك. قال لي انتي عندهم ورقه ديال التفتيش غيدخلوا يفتشوا، ما عندهمش غير يشوف حالهم. قال لي ما تهضريش معاهم، قول لهم عندكم شي استدعاء باش نجي عندكم، نجي عندكم انا. قلت له انا ما عارفاش ما قارياش، صافي مشاو بحالهم. المهم علينا، مشاو بحالاتهم، دوزنا من مور داك الشيء 15 يوم ولا شهر ولا شي 20 يوم بحال هكا. السيد كنسمعو تعتقل، باش تقول اخويا بدر راه ما كاينش الحق في هاد الدنيا، راه ربي تيعطينا حقنا وحنا تنشوفو في بنادم. ربي خلص السيد كما كيقولوا لا حفرتي شي حفره، راك طيح احفرها على قدك، احفرها على قدك حيت غطيح فيها. وما كذبوش، سيد تعتقل بعامين ديال الحبس ما داير حتى شي حاجه، دون تشد على اساس كيبيع ويشري في الحشيش، وهو ما عنده حتى شي علاقه بالحشيش. انا كنعرفو دوزت معاه 16 عام ديال الزواج، بغى يدير لك الحشيش صدق هو اللي شدود فيها. داروا لي وبغى يصيفطني للحبس، وانا غير وليا وما عندي لا والد. الوالد ديالي الله يرحمه راه عاودت لك كيفاش، خوتي كل واحد دايها في مستقبله ولاده. الوالده ديالي على قد الحال ما عندهاش، انا كنتقاتل بوحديتي على هاد الولاد وسامح فيهم، ما كيصرف عليهم، هرب عليهم، هرب على المسؤوليه، هرب على النفقه، هرب على كل شيء، باش زعما انا نعيا ونحط هاد الولاد. هو باغي الولاد، كيقول لها كتقول له اختي حشومه عليك وليداتك وهادي وهادي، لا انت وياها ما كنتوش متفاهمين، على وجه دوك الوليدات صرف عليهم هذا. تيقول لها الا ما بغاتهمش عياوها تنازل عليهم وتعطيهم لي انا نصرف عليهم ديك الساعات.
انا قلت لها واخا يبقى فيا غير عرق واحد ما غنعطيهش لولادي، حيت ضربت عليهم تماره وما بقاش عاد غنتزوج راجل اخر ونولد ولاد اخرين، حيت انا صافي انا ولادي هما رجالي هما كلشي دابا في هذا الوقت. ايوا المهم فاش تعتقل سقنا الخبر فلان راه تشد. علاش تشد؟ اش دار؟ حنا عندنا فيه في تركيا هو جا لهنا صافي. تعتقل تحكم عليه بعامين في سيمانه، شتي الفرصه فين غادي يدير محامي ولا يدير شي حاجه ولا يبين غير البراءه ديالو؟ بحال الله العظيم ما تعطاتلوش. شتي في سيمانه تحكم ما جو عائلته فين يقولوا الخبر تلقاوه مشى. الو خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون عافاك. اه واه يا راني في البلاصه. كمليلي صافي. المهم فاش تعتقل تحكم بعامين كيف ما قلت لك. دابا اش غادي نقول لك؟ ولدي الكبير دمر حيت كيشوف باه في الحبس، كيشوفني انا كنخدم كنضرب تماره وكنجي من الخدمه كيخصني نقابل خوتو كنخليه هو مع خوتو. ولدي الكبير تبلا ولا تيكمي الحشيش في عمره 17 عام. ما نكذبش عليك تنشوفو انا في ديك الحاله المهم دمر حياته ودمرات، بالخصوص فاش كيسمع الهضره كيسمع شي هضره فريا كيسمع. المهم مش غنقول لك واحد الحاله ما كاين ما يتقال. الولاد الصغار مساكن ما كاينش اللي يهتم بيهم ويقابلهم. انا دابا ماشي ما مهتمش بيهم، انا بالعكس دايرهم في عينيا، ولكن الوقيته اللي كتخليهم وتمشي تخدمي ما كتعرفيش داك شنو كيديروا ولا شنو مساكن كتخليهم. عرفتي كنجي كشبهه الخطرات كتكون عندي الخدمه في الليل تنخرج نخدم تنجي كنلقاهم ناس ينحطن الراس عند الراس مساكن بحال شي يتامه. تصور اودي اخويا بدر الا كنشوفهم هكا كيلا القلب ديالي تيبقى يتقطع عليا. كنقول يا ربي لو كان كانت غير شي خدمه اللي تكون بحال هكا. دابا انا ما عنديش حتى شي خدمه، انا كنت كندير البيع والشراء ولكن ما بقاش عندي راس المال. شتي فاش كنت كندير البيع والشراء كنت كنبيع ونشري كنجي كنبيع ونشري غير في الوقيته اللي تيكونوا ولادي مثلا عاطيهم وقت، فهمتي؟ ما كنخليهمش يعني كيمشيو معايا كان كيجيو عندي الكليان للدار. يعني كنت لاقيه واحد هذا كيفاش نقابل ولادي وكيفاش نبيع ونشري. كانت عندي الحريه، فهمتي؟ الحريه في الخدمه. دابا فاش عندك الوقت ديال الخدمه مثلا غتمشي مع 7 الصباح وغتخرجي مع 3 العشيه، كتمشي من 7 يعني ما كتعرفيهم قرا وما كتعرفيهم كلا وما كتعرفيهم نعسو وما كتعرفيهم فاق، حتى كتجي كتقولي في يد الله. يعني هذا هو المشكل اللي ما نكتبش عليك اخويا بدر. ما بغيتش ولادي يدمروا ويضيعوا لي ما بين يديا. بغيت خويا بدر شي محسن يعاونني غير باش ندير غير شي بيعه وشري على قد الحال. يعني ما كنطلبش شي حاجه اللي كثيره. ممكن شي خدمه اللي تبقي بين ولادك وهذه ممكن تهيا ولا شي خدمه اللي تكون يعني ما بين وليداتي وداري، حيت دابا ما عندهمش. وتصور خويا بدر دابا الدار الكريدي والراجل محكوم عامين. انا الا كان كيسمعني شي واحد فايت واقع مثلا شي حاجه ولا شي واحد يعني عنده دخل في هذا الشيء ديال الكريدي يفيدني غير با واش كيخرجوا يعني قبل من عامين ولا حتى كدوز عامين يعني عاد تطردوك من الدار. انا ما عرفتش، انا تيخلعوني تيقولوا لي 6 شهور اذا دازت. نتمنى اللي عنده جواب حتى الضرب الكريدي. يعني الضرب الكريدي انا دابا خايفه. المدينه انا خويا من مكناس. من مكناس اللي بغى يعاونها يتواصل معايا في الباج فيسبوك خويا. يكتب لي راه بغيت الرقم ديال سهام من مكناس ونعطيكم الرقم ديال سهام كيقدروا يعاونوا في خدمه اللي نصحها ولا شي حاجه. يتواصل معايا في الباج فيسبوك. نعم سهام. يقولوا لي غير هاد الدار دابا عندها كريدي وهاد الكريدي يلاه 40 يلا دابا طالعه في 4 سنين باش خدينا هاد الدار. يعني ما عرفتش واش غدوز عامين عادي يخرجوني من الدار ولا قل من عامين. حقاش دابا الا ما تخلصتش الدار كيديروا لك الطرد كيبيعوها وكيشدوا فلوسهم. انا خايفه يعني نبقى جالسه حتى شي نهار تجي يقولوا لي صافي تخرجي وما نلقاش كيفاش ندير. بغيت نعرف غير المده شحال ديال الوقت باش نخرج باش نعول على راسي، حيت انا دابا الخدمه عندي 50 درهم وكل شيء غالي. والله يكون في العون. عرفتي راه تصور انا ولادي اقسم لك يمينا الا بنتي كتبقى تشهق وتبكي كتقول لي يا ماما
انا ماما بغيت ديك الحاجه، انا ماما بغيت تشري لي ديك الحاجه، عرفتي كيقطعوا لي قلبي يا خويا بدر. ومولفين كانوا معاهم، هو صراحه ما نكذبش على الله، هو كان تيتهلا في ولادو صراحه، ما كانش زعما مضيعهم في شي حاجه، كانوا تياكلوا تيشربوا تيتكساو، يعني الحاجه على الحاجه، ما نكذبش على الله. زعما هذه القضيه هذه ما نكرهاش، ولكن من بعد ما مشى خلاهم ليا ضايعين، يعني ضعت انا كنحس براسي ما موفرش ليهم داك الشيء اللي كانوا هما عايشين فيه. دابا تيحسوا بالنقص، يعني بنتي غير كي تشوف شي واحد مع باه وشرالو كتقول لي ماما، وانا كاع ما كاينش بابا اللي غيشري لي. كنقول لها حبيبه ديالي راه باباك غادي يخرج وغادي يشري لك. وانا حاليا دابا صافي دايره طلاق، راني قريبا ان شاء الله نطلق. واش غنقول لك اخويا بدر، انا ولادو خهرب منهم حتى عيا، انا شديتهم وديتهم قبل من رمضان، ديتهم حتى لعندو وشافوه وزاروه في الحبس وشافوهم وخرجوا مضمرين، ما نكذبش عليك خرجوا مضمرين مساكن. علاش؟ حيت شافوه في واحد الوضعيه اللي صعيبه. تصور انت غدوز عامين ديال الحبس وانت ما داير حتى شي حاجه، وانا مع عائلتي كنتواصل معاهم، وانا قلتها لاختو قلت لها شوفي شتي انا راه انا كما كنتش انا ما يوصلش لهذا الشيء اللي وصل ليه، راه كنت دايره معاه واحد الخير ما نقول لك. شو ودي اخويا بدر، كنت اي حاجه عطاوها لي عائلتي ولا خوتي كنجيبها وما كنضركش عليه اللي كنت نشاركو معاه، يعني بديك النيه اللي كنت انا دايره معاه صافي.